الركن السادس الإيمان بالقضاء والقدر. هم altıncı rukun erkanı bulup duran indi takdirge iman getiru. له أربع مراتب، أربع درجات. هم şu şey takdirinin indi 4 derecesi var. الأول أن نؤمن أن الله عالم كل شيء. İng birinci Allah'tan barlıq narsanı da bilüşi. الثاني أن الله أمر القلم بأن يكتب كل شيء. Ham ikincisi Allah Subhanahu taala emir etken kalemge barlıq narsanı da yazırma. الثالث أن لا يمكن أن يقع أي شيء في هذا الكون إلا بما أراد الله. Ham bu dünya yüzünde bir narsa da düşe almay, bir narsa da bula almay illa da meğer Allah Teala dilemese gene, dilese gene. الرابع dördüncü العبد مخلوق. Kul ol barlıqa getirilgen. وأعمال العباد كذلك مخلوق. Ham şulay kullarının indi kişilerinin amelleri ol barlıqa getirilgen. كيف أؤمن بالقضاء والقدر؟ هم نشي كتب بس شو شو تقديرك شانا بس إيمان كتير بس. أؤمن بهذه المراتب الأربعة. شو شو بارلا درك درجة كا درك بس مش قابس شانا بس. لابد من إحسان الظن في الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ترندا يخشنا ولا رغتيش. نعم أقول أن الله سبحانه وتعالى اختارني بأن أكون من أهل الجنة. هم يخشوا ولا بس الله تعالى من جهنة أهلنا نديب سايلا عندي. أعمل بعمل أهل الجنة. هم جنة أحلار قلاتران عملار قلان ولا أعمل بعمل أهل النار هم جهنم أحلارن عملارن قلمين أدعو الله سبحانه وتعالى الجنة هم الله تعالى جنة نصرين وأستعيذ بالله من عذاب جهنم هم الله سبحانه وتعالى جهنم غضبنا سخلا نصرين